السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة. قناتكم صن ستايل فاشن مهندس أحمد شمس الدين يحييكم أخواتي وأخواتي أبناء وبناتي، وكل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله تستفيدوا منه. بالنسبة للفستان اللي قدامي ماشي، وقبل كل حاجة يعني أصلا إن احنا يعني قبل ما نشرع في الشرح بتاعه كشرح نظري، ولو في إمكانية إن احنا نبين شغله على البنك وشغله العملي يبقى زي ما بنقول، لو في إمكانية إن احنا ممكن نبين شغله العملي يعني من ناحية قص من ناحية خياطة بقدر الإمكان هنحاول الكلام ده. الفستان زي ما بقول لحضراتكم، الفستان على فكرة فستان صك خالص مجسم على قد الجسم زي ما حضراتكم شايفينه كده بالظبط ماشي. هو بيتكون من طبقتين، بخلاف الطبقة اللي هي الوشاح دوت او الشال اللي هو محطوط ده، تمام. الطبقة الأساسية بتاعته اللي هي التل المطرز، التل الايه المطرز اللي هو عليه الكسر ده كله ماشي، والطبقة البطانة بتاعتها الستان بتاعها، ماشي. فستان اولا زي كده بالنسبة اول حاجة نشوفه هياخد كام متر، يبقى في حدود 3 متر من التل المطرز و3 متر من الايه من الستان، و3 متر من الستان. نلاحظ حاجة برضو عشان نبقى عارفين يا جماعة، ان التل المطرز دوت بيبقى عرضه بالظبط ما بيوصلش ل 150، وفي الغالب انت لما تروح تجيبيه بيبقى التقليمة دي بالطول بالعرض، سوري يعني الشغل اللي موجود في الطول المطرز ده بالعرض. فلو واحدة طويلة شوية مش هينفع ليها الموديل دوت. ليه؟ لأن مش هيبقى طويل للأرض، ماشي، هيبقى إلى حد ما مغطي يعني على وش الشوز كده بالظبط. يعني احنا لو شايفين الفستان هنا، طويل للأرض، بالعكس ده هو فيه الجزء اللي هو زي ديل صغير هنا كده، ماشي. فيبقى التصرف هنا هو ازاي، ان انت لما تجيبي التل المطرز دوت ماشي، الشكل الاساسي اللي فيه دوت لا يكون بالطول مش بالعرض، اللي هو التقليم ده كده او الشغل الاساسي فيه دوت ما يكونش بالعرض عشان ما يعرضش، لا يكون بالطول. فيبقى هنفرق ما بين حاجتين، ان يكون الشغل اللي في التل المطرس بالطول او بالعرض، ماشي يا جماعة عشان نبقى بس عارفين النقطة دي، ما نروحش نجيبه وخلاص ونيجي نشتغل هنلاقي ان هو قصير عن الطول اللي احنا عايزينه ماشي. فنضطر نوصل من فوق، وهيبقى باين، عشان نبقى عارفين ماشي، او نعمل قصة من فوق وبرضه هتبقى هتبقى باين ماشي. وفي حاجة تانية بقى، ان احنا ممكن هنفصل من هنا بأمبير، فيبقى عندي الجزء ده كده منفصل عن الجزء التحتاني ماشي، اللي هو تحت الحزام هنا اهو، يبقى منفصل عن الجزء التحتاني. فيبقى في الوقت ده انا معايا بقى الامكانيه ان انا اشغله زي ما انا عايز، وهيديني الطول اللي انا عايزه، وده الانسب، يبقى زي ما قلنا ووضحنا تاني، ان لما نشتري الطول المطرز دوت يكون التقليمه بالطول، لا مفيش تقليمه بالطول، خلاص هتجيبه تقليمه بالعرض ماشي. عندك حلين، اما ان انت هتعمل زي سفره من فوق وهتبقى شكلها مش حلو، او ان انا هعمل الامبير ده كله قطعه واحده، والجزء بتاع الخصر دوت هو اللي هيبقى فيه الوصله ما بين ما بين الجزء الجيب بتاع الفستان والجزء بتاع الكورسيش، تمام. زي ما قلت بقول لحضراتكم ان هو هيبقى
دوت مجسم خالص اهو على قد الجسم بسوسته سحريه من ورا بهاف كول، هو في كول اهو اللي هو تحت منطقه الرقبه على طول. الكم كم بادي كم ضيق خالص اهو، بيبقى الوسع من هنا هو دوت كام؟ 11 من 10 ل 11 سنتي وسع الايه؟ الرسغ بتاع الجزء نفسه، وسع الرسغ بتاع ايه؟ بتاع الكم يا جماعه اللي هو ايه فين دوت اهو، وسع الرسغ بتاع الكم هنا هو دوت من 10 ل 11 سنتي، والكم كم ايه بادي مجسم خالص. تمام، يبقى خلاص، يبقى احنا اتفقنا ان يبقى في امبير هنا هنجسم. طبعا في فيديوهات احنا قاصين فيها الكورساج دوت كاملا للجزء العلوي، تمام، وفي وممكن زي ما بقول لك لو صاحبته الطول بتاعها هيجيب الجزء ده خلاص اشتغل بايه؟ بطول الطول المطرز على طول، اشتغل بعرض الطول المطرز بقى مش طوله بقى، يعني هتلاقي الايه التأليمات ديت بايه جايه بعرض الطول المطرز اشتغل بيها طالما ايه، وممكن وما يبقاش فيه ايه الوصله بتاعه الامبير خالص. تمام، الحزام دوت اساسي، الحزام ده اساسي، العرض بتاعه مش هيتراوح ما بين ايه ال 3 4 سنتي، 3 4 سنتي بالنسبه للحزام ده، وخاصه لو صاحبته مليانه. ليه؟ لان الحزام كل ما كان عريض كل ما يبين عرض الجزء العلوي، وكل ما يكون رفيع كل ما يديني ايه شياكه للفستان، وكل ما يبينش العرض التاني. تمام، طب كده لو احنا نزلنا بالفستان تحت عشان نشوفه كاملا اهو، زي ما قلت لك ان هو نازل ايه نازل مجسم لغايه الركبه كده اللي هو نظام السمكه، ويروح نازل بالايه بالوسع بتاعه، نازل بالايه بص نازل بالوسع بتاعه، لكن هو مجسم لغايه فين؟ لغايه منطقه الركبه اهي، واخد اهو يعني بص واخد الكيرف، يعني الكيرف بتاع ايه بتاع بص معايا الكيرف بتاع منطقه الارداف اهو، تمام اهو كده، وبعد كده لغايه الركبه هنا او بعد الركبه بشويه، ويروح قبل الركبه بشويه ويروح نديني ايه نازل بالوسع بتاع السمكه بنفس الشكل دوت، على اساس يبقى ايه يبقى الطول معايا على الارض زي ما انتوا ايه شايفينه بالشكل ده. تمام، البطانه بتاعته هتبقى كذلك، لان هي بص معايا نازله بنفس الشكل. لابد من قرايه الموديل كويس عشان نقدر نشتغل ونقدر نستوعب احنا هنعمل فيه ايه. طب بالنسبه بقى للجزء بتاع السكارف دوت ماشي، او الوشاح هو نسميه سكارف، تمام، ده هيبقى ايه؟ بص السكارف دوت معمول من التل، التل الايطالي ماشي، التل الايطالي بيبقى عرض كام؟ التل الايطالي بيبقى عرض 3 متر، العرض بتاعه 3 متر، يعني المتر بتاعه بيبقى متر في 3، تمام؟ فسهل بقى ان انت ايه تجيب الوشاح دوت مترين بس كده يا دوبك، ويبقى معاك ايه السكارف دوت، يبقى معاك برضو بنفس ايه يبقى كذا لاير، يعني كذا طبقه من بعض، كذا طبقه مع بعض، وايه بيبقى كل تثبيته فين؟ بص معايا لما نرجع كده تاني، كل تثبيته فين؟ في منطقه الكتف اهي، نرفعها او اهي، كل تثبيته فين؟ في منطقه الكتف هنا، يبقى العرض بتاعه يبقى في كام؟ العرض بتاعه مش هيكون اقل من 75 سنتي. ازاي؟ 75 سنتي، وبيتلم على عرض الكتف، يعني هنا بيصفي معايا على كام؟ من 11 مثلا ل 14 سنتي. للكتف اقعد الم فيه الم فيه عشان يديني الشكل ده. تمام؟ وبرده بيتلم عند ايه؟ تحت منطقه الحزام هنا. يعني هو فري في الجزء ده. هو بس متثبت فين؟ في الجزء بتاع الكتف، ورا وقدام. ورا وقدام، ومتثبت تحت ايه؟ تحت الحزام، ملموم تحت منطقه ايه؟ الحزام، وانت متحكم فيه، يعني هو مغطي ايه؟ مغطي جزء واحد او جنب واحد من الايه؟ من الصدر اهو. ماشي؟ ومتاخد تحت الحزام ونازل بقى لغايه ايه؟ لغايه تحت خالص، بص يا سيدي اهو. تمام؟ فيبقى من تحت قد ايه؟ مش اقل من 75 سنتي. مش اقل من 75 سنتي، وببدا اجمعه، بص بقى ورا وقدام اهو. ورا وايه؟ وقدام بنفس الشكل ده كده. ورا وقدام بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. الفستان سوسه سحريه ورا زي ما قلنا، هاف كول
اظن كده احنا غطيناه من كل الجوانب بتاعته، قلنا هياخد قد ايه، هياخد قماش قد ايه. ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلبه من حضراتكم، وانتوا عارفين ان احنا دايما في اخر الفيديو بنقول شرط ان انت تعمل لي اعجاب، لان بكون الظن مني ان انت فهمت اللي انا ايه قلته، فبالتالي بيبقى واجب عليك ان انت ايه تعمل اعجاب للفيديو دوت عشان نوصله لعدد من الناس. طب احنا هنشغل الفستان ازاي؟ اول حاجه هقصها البطانه. اول حاجه هقص ايه؟ هقص البطانه بتاعه الفستان، ماشي. وكان يستحسن كمان ايه؟ ان انت تعمل البطانه وتسرجها وتتقاس البطانه وتظبط على البطانه الاول، وبعد كده تروح قصص التل، عشان مش عايزين نعمل قصات في قلب التل، ونجسم ونعمل بنس وكلام زي كده. لا، اعمل ايه؟ هظبط البطانه خالص على جسم العميل، تمام، وبعد كده افكه تاني واروح قصص عليه التل بقى، عشان ايه؟ عشان ما اعملش بنس في قلب التل، تمام. ده كده انا اديتك كل الابعاد بتاعه الفستان، كل الديتيلز بتاعه الفستان، كل يعني خطوات الشغل فيه، ماشي. واخر حاجه هقولها لحضراتكم ان احنا ما ننساش اهلنا واحبابنا واخواننا في غزه العزه. من دعائنا بالليل قبل النهار ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم على عدوهم وينكئ عدوهم ويجعل النصر حليفا لهم ان شاء الله، قطعا لا محاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.